هل يجب الاغتسال من الحيض قبل الجماع؟ نعم، على رأي الجمهور، إذا رأت المرأة الطهرة ولم تغتسل لم يحل لزوجها أن يقربها، وهذا رأي الجمهور خلاف لابن حزم. أما الدليل على ذلك فإن الله قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، أي يرين الطهرة، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتهن من حيث أمركم الله.